السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات دورة تعلم كهربة الموتوسيكلات. في الفيديو السابق شرحنا دايرة تشغيل البوجيه وعرفنا أسلاكها وعرفنا بتتوصل إزاي وكل سلك بيجي فين وبيروح فين ووظيفة كل سلك. شرحنا الدايرة بتشتغل إزاي ولكن ما شرحناش الدايرة بتفصل إزاي. يعني باختصار أنا بشغل المكنة، عرفت ازاي اشغلها، طب انا عايز ابطلها ببطلها ازاي؟ ببطلها من خلال البطال، وده ان شاء الله هيكون موضوع فيديو النهارده اللي هنشرح فيه دايرة البطال في ظفيرة الموتوسيكل الصيني بالتفصيل. بس قبل ما نبدأ يا ريت تنزل تشترك في القناة وتفعل الجرس على الكل ولايك للفيديو عشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة. في اي موتوسيكل بيكون فيه زرار بطال زي الزرار اللي احنا شايفينه ده، هو سواء كان الزرار مربع او كان مدور زي ده هو او كان زرار صغير، وبيكون فيه الكونتاكت اول ما بقفله المكنه بتبطل معايا لو هي شغاله. اللي بيحصل هنا بتحصل الدايره دي بتسمى دايره البطال. دايره البطال دي هي المسؤوله عن تبطيل الموتوسيكل لو الموتوسيكل شغال، ووظيفتها تفصل الاكتفاير عن العمل، فبالتالي بيفصل معايا الشارجه اللي رايحه للبوجيه والمكنه معايا تبطل. تمام. طيب الموتوسيكل الصيني او اي موتوسيكل عادي بيبطل معايا من قطعتين. القطعه الاولى من خلال الكونتاك، ببقى فاتح الكونتاك ومدور الموتور، طب انا عايز ابطل الموتور فبقفل الكونتاك فالموتور معايا بيبطل. طيب لو انا عايز اسيب الكونتاك مفتوح وعايز ابطل الموتور بستخدم زرار البطال، بقفله على اليمين او على الشمال بيديني نفس الغرض وبيفصل معايا الدايره دي، وبالتالي الموتور معايا بيبطل ولكن من غير محتاج ان انا اقفل الكونتاك. الدايره دي بتشتغل ازاي؟ طيب دايرة البطال بتعتمد على الطرف الأرضي. تمام. دايرة البطال بتعتمد على الطرف الأرضي. الطرف الأرضي وظيفته أنا بوصله هنا للاكتفاير عشان يفصل الاكتفاير ويمنع تشغيله، فبالتالي الكهرباء تقف اللي رايحة للبوجيه. طيب هنعرف الدايرة ازاي؟ بنيجي هنا زي ما قلنا في فيديو سابق إن الكتلة اليمين اللي فيها البطال بيخش لها طرف أرضي مباشر من التجميع بتاع الطرف الارضي المباشر اللي سبق وشرحناه. ببعت طرف ارضي لزرار البطال، الطرف الاخضر الساده اللي بيكون في الكتله دي بيكون رايح لزرار البطال. تمام. زرار البطال بيخش على الطرف الاخضر ساده فبيطلع لي طرف ثاني لونه بيكون اسود بخط ابيض. تمام. اهو الطرف ده هو بيكون لونه خط اسود بخط ابيض، بيكون طالع من البطال. الطرف ده بيكون طالع بأرضي من البطال، يعني أنا بدخل الطرف الأخضر لزرار البطال فبيطلعهولي أسود بخط أبيض. تمام. باخد الطرف الأسود بخط أبيض ده وبمشيه هنا في الضفيرة لحد تحت التانك بالظبط، بجيب معاه طرف تاني جاي من الكونتاكت. نفس القصة برضو، بلاقي فيشة الكونتاكت رايح لها طرف أخضر سادة، الطرف الأخضر سادة أول ما بقفل الكونتاكت فبيرجع لي طرف أسود بخط أبيض اللي هو الأرض اللي راجع من الكونتاك لدايرة البطال. باخد الطرف الأسود بخط أبيض من الكتلة اليمين والطرف الأسود بخط أبيض من الكونتاك وبجمعهم في طرف واحد تحت التانك هنا زي ما أنت شايف. أهو دول الطرفين أهم متجمعين مع بعض تحت التانك في تجميعة واحدة. تمام. بعد كده باخد منهم طرف، بعد ما جمعتهم مع بعض بطلع منهم طرف واحد، كده أنا جمعت الطرفين مع بعض بطلع منهم طرف واحد وبيمشي معايا في الضفيرة الورا، ما بيكونش مرتبط بأي سلك تاني. بيمشي معايا في الضفيرة الورا لحد ما بيوصل معايا هنا الفيشة دايرة الريموت. تمام. بيوصل معايا هنا الطرف الأسود بخط أبيض أهو لفيشة دايرة الريموت. طب هو وصل ليه معايا في فيشة دايرة الريموت؟ ما وصلش ليه على الاكتفاير على طول؟ وصل معايا في فيش دايرة الريموت عشان خاطر انا لو عايز اتحكم في الموتوسيكل من دايرة الريموت بعيدا عن الكونتاك ببطل واشغل منها اكني بستعمل الكونتاك ولكن بستخدم عن بعد من خلال الريموت. الطرف ده بيخش معايا دايرة الريموت. تمام. فبيطلع لي طرف تاني ابيض بخط اسود. تمام. يعني لو دايرة الريموت انا معايا موجودة ببقى شايل بالتالي الكلبسه دي كده وبتبقى راكبه معايا دايره الريموت، بدخل لها الطرف اللي هو جاي ارضي من قدام من البطال والكونتاكت اسود بخط ابيض فبيعدي على دايره الريموت وبيطلع لي طرف ابيض بخط اسود. تمام. لو دايره الريموت موجوده بتقفل معايا الدايره طول ما انا ما مستخدمش الريموت، فكانها موصله الطرفين دول مع بعض.
طول ما انا ما مستخدمش الريموت، لا انا مستخدم الريموت، فبيبقوا الطرفين دول مفصولين عن بعض جوه الدايره بتاعه الريموت. طيب انا مش موجود معايا دايره الريموت، فاغلب الضفاير بتلاقي الكلبسه دي راكبه وفيها سلك طالع وداخل جواها تاني، السلكين دول بيكون موصل معايا السلكين بتوع البطال دول مع بعض. تمام اهو نظام كبره، من الطرف الاسود بخط ابيض للطرف الابيض بخط اسود بيكونوا متوصلين مع بعض. الطرف الابيض بخط اسود ده هو بيفضل ماشي معايا هنا في الضفيره لحد ما بيوصل لفيشه لوكتوفاير هنا اهو. في الفيشه دي الصغيره بلاقي الطرف الابيض بخط اسود، ده الطرف ده طرف البطال اللي بيكون موجود في لوكتوفاير، بيكون موجود في الفيشه الصغيره. تمام، من الناحيه اليمين من فوق اهو بالشكل ده، هو الفيشه الصغيره فيشه البطال بلاقي فيها طرفين، طرف ابيض بخط ابيض بخط اسود، ده طرف البطال، والطرف الثاني طرف الكهرباء اللي جاي من الملف اسود بخط احمر. اول انا ما بقفل الكونتاك الارض بيرجع معايا من الكونتاك في الطرف الاسود بخط ابيض، بيخش على دايره الريموت لو موجوده، وبيرجع في طرف ابيض، بالتالي بيوصل ارض للوكتوفاير، فالوكتوفاير بيفصل معايا الكهرباء عن البوجيه، وبالتالي المكنه بتبطل. نفس الامر لو انا سبت الكونتاك وقفلت البطال، بيرجع معايا الارضي لحد ما بيوصل للوكتوفاير، عشان الوكتوفاير يفصل عن العمل ويبطل معايا المكنه. تمام، دي دايره البطال باختصار، بتكون شغاله على الطرف الارضي مش على الطرف الكهرباء، بتاخد ارضي مباشر وبترجعهولي من خلال زرار البطال او من خلال الكونتاكت في طرف اسود بخط ابيض، بيمشي معايا لحد ما بيوصل لفيشه دايره الرمود، باخد له كبره لو دايره الرمود مش موجوده. اما لو دايره الرمود موجوده بشيل الفيشة دي وبركب دايرة الرمود، وبتقفل دايرة الرمود الدايرة بتوصل للطرف الأبيض، بتطلع للطرف الأبيض بخط أسود بعد ما أنا دخلت لها الطرف الأسود بخط أبيض، وبالتالي الطرف الأبيض بخط أسود بيروح للأكتوفاير هنا، عشان خاطر أول ما نقفل البطال يوصل الأرضي للأكتوفاير. طب لو أنا حابب بستخدم الرمود، طبعا مفيش مفتاح دلوقتي، بشتغل بتفتح دايرة الريموت الدايرة دي معايا، وتخلي السلكين دول مش موصلين مع بعض لحد ما ندي الأمر للريموت إن هو يفصل الكهرباء، يفصل المكنة، يبطل المكنة، فبتروح موصلة معايا الطرفين دول كأنهم متوصلين مباشر زي كده زي ما أنت شايف. الدايرة دي بتحصل فيها أعطال كتير. تمام، من أشهر أعطالها إنك أنت مثلا ممكن تيجي تبطل المكنة من البطال، تلاقي المكنة مش راضية تبطل من البطال. هنا بيكون في مشكلة عندك، يا إما في الزرار يا إما الطرف اللي طالع من البطال نفسه تحت التانك هنا مفصول، يعني ممكن ألاقي الطرفين دول مفصولين عن بعض. فبالتالي لو طرف الكتلة مفصول هنا، أنا أول ما هاجي أبطل البطال المكنة مش هتبطل معايا. كذلك الأمر ممكن ألاقي المشكلة دي معايا في الكونتاك، أقفل الكونتاك المكنة مش راضية تبطل ولكن بتبطل من البطال. برضو بلاقي الطرف اللي طالع من الكونتاك اللي هو أسود بخط ابيض فاصل هنا تحت التانك، بوصله مع بعضه. في بعض الاوقات برضو بلاقي الكونتاك والبطال الاثنين مش راضيين يبطلوا المكنه، فبالتالي بلاقي الطرف ده مقطوع في النص هنا، فاصل الطرفين اللي جايين من الكتله ومن الكونتاك على الطرف اللي رايح للالكتروني، فبوصلهم مع بعض بترجع يشتغل معايا البطال تاني. برضو في بعض الاعطال بلاقي دايره الريموت بايظه والموتوسيكل مش راضي يبطل معايا، فبتكون دايره الريموت بايظه وموصلاش الطرفين اللي ورا دول الاسود بخط ابيض والابيض بخط اسود مع بعض. وفي بعض الاوقات بلاقي الفيشه دي مفصوله او متشاله او في قطع في السلك ده، هو برضو المكنه مش هتبطل غير لما انا اوصلهم مع بعض. وبرضو من اشهر اعطال الضفيره دي ممكن تخلي دايره البطال دي تخلي المكنه ما تقدرش تدور معاك خالص. طب ايه اللي بيحصل؟ بيكون في مشكله اما في الكونتاك يا اما في زرار البطال، زرار البطال معلق خالص، فبالتالي مرجع ارضي على طول للاكتوفاير، مخلي الاكتوفاير مرضيش يشتغل معايا. مهما دورت في المكنه، المكنه ما بتطلعش معايا كهرباء للبوجيه خالص. عشان اختبر، عشان اعرف العطل ده، هو باجي هنا على السلكه بتاعت البطال اللي هي ابيض بخط اسود دي، بفصلها خالص من الفيشه وبجرب، لقيت المكنه جابت شرز معايا، يبقى انا كده عرفت ان في مشكله في الطرف ده، هو ده موصل ارض مباشر مش راضي يفصل. فبالتالي ببدا اختبر الكونتاك اشوفه من قدام، وببدا اختبر الكتله واشوف انهي فيهم اللي فيه العطل واصلح العطل وترجع المكنه تشتغل معايا. دي اشهر اعطال دايره البطال، وده شرح بسيط خالص لدايره البطال. دايره بسيطه خالص بتعتمد على الخط الارضي، توصيلتها بسيطه واعطالها بسيطه، تقدر تكتشفها بنفسك. بكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو النهارده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.